السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في قناة أم حسن. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا واحد الحشوة، واحد مملحة معمرة بالحشوة ديال الدجاج، كيجيو لذادين وغزالين، يعني بواحد العجينة اللي كتجي مورقة وهائلة. المقادير اللي غادي نحتاجو تقريبا راس معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجينة، غنحتاجو واحد القرصة ديال الملح، وغادي نحتاجو واحد جوج معالق ديال حليب غبرة، وغنحتاج واحد جبانية ديال الدقيق، وتقريبا واحد 3 معالق صغار ديال الخل، ونص كاس ديال الزيت، يعني نص كاس العلبة ديال الزيت، وتقريبا الماء الكافي اللي نقدر نعجنوا به هذه العجينة هذه. جينا تقريبا راه هزات لي كاس ديال الماء، غنخليها ترتاح شويه، غنعملها سلوفان ونخليها ترتاح. دونك بالنسبه للحشوه ان شاء الله غادي نحتاجو البصله مشلضه، غندير معها تقريبا واحد معلقه ونص ديال الزبده، شويه الملح، نحتاجو شوية د الخرقوم عود، شوية ديال التحميرة، شوية د الزعتر غير باش يعطيها كنسمة، باسكو غادي نجيبو مع الدجاج. واو الدجاج كيجي زوين مع كطوبة ديال الزعتر. دابا غادي نحاولو أننا نزيدو هكا الصداد ديال الدجاج، نشحرو شوية، من بعد غادي نحاولو أننا نزيدو شوية ديال الخيزو، الخيزو لي محكوك ديجا معصوم الما ديالو. دونك هاد الحشوة هادي لي كيعطيها طيبة غزالة هو دانون طبيعي، يعني دانون مخفوس، كنحاول ندير واحد جوج معالق باش كتجي هكا الحشوة شوية متجيش هكا ناشفة. دابا غادي نزيد الفرماج باش تجي الحشوة ديالنا معلكة. من بعد ما خلينا العجينة شوية ترتاح، احنا طلقناها دابا، نحاول اننا نبسطوها مزيان. غادي نحاولو أننا نديرو الزبدة، نشكلهم على شكل مثلث، يعني غادي ناخذ هكا نصيص نص ديال يعني المربع النص ديالها، نحاول هكا نشرطهم بالجراره، كاين اللي يقدر يستعمل الموس. هادي اللي كتجمع غادي نبسطها شويه، جهائله، تيجي المذاق ديالها غزال، تقدروا تستعملوها في لي سوشون، تقدروا تستعملوها في لي كيش،
وكنحاول انني نبسط شويه هذا. من بعد ما عمرناهم الطريقه ديالهم يعني كنجيبوا هذا النص هذا اللي ديجا درنا ليه حاولنا نحلوه بالجراره، غادي نحاولوا نسدو لهم هذا تيجيو شكل مثلثات بحال هذا الشكل. من بعد ما ساليتهم غادي ندهنهم دابا بالصفر ديال البيض، وغادي ندخل الطاوه ديالي الفران، وان شاء الله منين يوجدوا غادي نصور لكم الشكل ديالهم كي كيجي. كما كتشوفوا هما الملاحات ديالنا واجدين كما كيجيو المنظر ديالهم. هذه هي لا كونتيتي اللي خرجت لينا تقريبا جبانيه ديال الدقيق، كما كتشوفوا راه كيجيو مقرمشين. انا نفتح معكم هذه الحيده هذه تشوفوها كيجيو هكا مورقين، تقدروا تستعملوا تخدموا ديروها هكا يعني في رمضان في شي ما ديال رمضان. ايوا بصح، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه هذه وتحضروها يعني مع الافراد الاسره ديالكم. وما تنساوش ديروا لايك وديروا الاشتراك للقناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله بالوصفات الجداد باذن الله.